ده وزير سابق للمالية في اليونان بيعبر بوضوح انه مش هيقدر يدين حماس ومتفهم اللي حاصل، ولكن في نفس الوقت في تصريح مصور لولي عهد البحرين بيهاجم في حماس ووصف اللي عملته حماس في 7 اكتوبر بالشيء البشع والبربري والفظيع. زي ما هنتابع مع بعض. I condemn Hamas unequivocally. This is so everybody in the room can understand that I stand on the side of civilians and innocence and not on the side of political posturing. The attacks on October 7th were barbaric, were, how can I put it? They were horrific. They were indiscriminate. They killed women, children, elderly, did not matter. They hit civilian institutions and they hit military targets. And on top of that, it seems it's okay now to grab hostages and take them away and speak about it as if it's an act of war. That is something that we condemn. And we condemned it on October the 9th, I believe, or 8th. ده يا جماعة ولي عهد مملكة البحرين، تلك الدولة الموجودة بجوار المملكة العربية السعودية ودولة قطر. ده تصريحه. هتلاقي ناس مع وناس ضد. هتلاقي مثلا تغريدة لمسؤولة إسرائيلية على حسابها على منصة إكس بتشيد بالمصرية داليا زيادة. داليا زيادة حبتين مش زيادة واحدة. ممكن نشوف مع بعض. دي فلور حسان ودي مسؤولة إسرائيلية موجودة في الإمارات العربية المتحدة، كتبت وبتقول: وفي وسط كل آلام هذه الحرب تشرفت بلقاء داليا زيادة، باحثة مصرية خرجت بشجاعة ضد حماس، ونتيجة لذلك اضطرت إلى مغادرة بلدها وسط تهديدات لسلامتها. داليا، أحيي شجاعتك لوقوفك إلى جانب الحقيقة والإعطاء الأمل في أن الأمور قد تتغير يوما ما نحو الأفضل. ونشرت صورتها مع داليا زيادة. بس أنا حابب أقول لك حاجة هنا يا أستاذة. إيه فلور ولا اسمها فلوير؟ مش واخد بالي يعني. عايز أقول لك إن ما حدش اضطهد داليا ولا حاجة. ما حدش زعلها. ولا نظام عبد الفتاح السيسي بيزعلها ولا حاجة ولا أي حاجة. أنتوا عارفين نظام عبد الفتاح السيسي عنده علاقات سوبر، مش علاقات جيدة ولا إكس، سوبر علاقات مع إسرائيل. فالدولة هناك أو النظام بتاع السيسي بيوفر لها الحماية. بس هي داليا يمكن مزنوقة في وظيفة، مزنوقة في قرشين، بتعمل عليكم سين ولقطة وبتتاجر عليكم شوية، وعارفة إن أنتوا بتدفعوا أحياناً لأن أنتوا عايشين في الإمارات، فالإمارات بتدفع للناس اللي أنتوا بتحبوهم، فممكن تتاجر عليكم بكلمتين تاخد منصب، تاخد مركز بحثي. سمعها قبل كده عبد الرحيم علي، بس هو ما تاجرش بإسرائيل بصراحة، هو تاجر بعدائه للإخوان المسلمين، فخد بقى مركز بحثي وجريدة والإمارات اديته. وخلونا نقول الإمارات سخية في الحاجات دي. فداليا برضو بتدور على سبوبة. موضوع لا هي مقتنعة ولا مش مقتنعة ولا يعنيها من قريب ولا من بعيد. صدقيني يا جماعة، صدقوا داليا كل اللي عايزاه تعيش كويس. هتقول كلمتين هنا فيرضوا عليها الناس اللي هنا، فيخلوا الناس اللي هنا هوت يدوها وظيفة، جريدة، موقع، المهم يكون في قرشين بيدخلوا كل شهر لحساب داليا وخلاص. ده تناول اللي تناولوا النشطاء على السوشيال ميديا لموقف داليا زيادة اللي كان بزيادة حبتين في التطبيل، يعني زي ما هم شايفينه وقالوا.